المايت مكتب وجيله النقبة شوفوا خيمة المسيد وشوفوا الجنة قبار وانا يا الوليلي حدينا يا ون وانا يا الوليلي حدينا يا ون شيخنا المايت مكتب وجيله النقبة يجي خيمة المسيد وشوفوا الجنة قبار وانا يا الوليلي حدينا يا ون وانا يا الوليلي شيخنا المايت مكتب وجيله النقبار وجيل خيمة المسيد ويشوف الجنة قبار وانا يا الوليلي حدينا يا ون وانا يا الوليلي حدينا يا ون ورشون وجمو نخلات وطاب ورشون وجمو يا آل انديدة لاقسنا الصنقة يا آل وبوها لطلعنا البهقة
فرقة الطبل الكبير من ولاية الحوض الشرقي على هذا الأداء الرائع وهذه اللوحة الفنية الرائعة من تراثنا الوطني. معالي وزيرة الثقافة والشباب والرياضة، السيد والي الحوض الشرقي، أيها الحضور الكريم، نرحب بكم في الأمسية الثالثة من مدينة ولات التاريخية في النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة، مهرجان الوفاء الذي أصبح موعدا يلتقي فيه الخلف مع السلف والماضي مع الحاضر لبناء مستقبل موريتانيا الجديدة، موريتانيا المصالحة مع الذات، المصالحة مع التاريخ والتراث، موريتانيا الجديدة التي يحلم بها كل مواطن موريتاني، والذي أكد رئيس الجمهورية على أن موريتانيا الجديدة ستكون موريتانيا للجميع، موريتانيا المصالحة مع الذات ومع التاريخ. ولا شك أن انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة بهذا الحضور المتميز والمتنوع بأبعاده الثقافية والاقتصادية والاجتماعية ترجمة مباركة لجهود معالي وزيرة الثقافة والشباب والرياضة السيدة لالة بنت شريف وطاقمها الفني، ودليل على إرادة فاعلة ومهنية عالية في فترة زمنية قصيرة تستحق منا جميعا الإشادة والتنويه. إذن أيها الجمهور الكريم، نحن الآن في مدينة الكرم، مدينة العلم، مدينة التراث، مدينة فن العمارة والفسيفساء، فسيفساء الفن المعماري والزخرفة، مدينة ولاة الكريمة والشريفة التي كان فيها العلماء والصلحاء، كانت محاضرها تعلم القرآن حفظه ورسمه وتجويده وتفسيره، وتعلم الحديث متنه ومصطلحه، والفقه أصوله وقواعده وفروعه، واللغة العربية وعلومها. إذن هذه هي مدننا التاريخية التي قال فيها الشاعر: رسم على البدء منقوش بلا قلق، والبدء نور على نور على ألق، تزهو البدايات جذلا إذ نشيعها سرا إلى الشمس أو بوحا إلى الودق. شقيط آية دين الله معلية ما كان من روحه في آخر الرمق، ودان من نخل ومن حكم علم وتمر وتاريخ من العبق. ديشيت مبتدأ الإشراق أوسطه ومنتهاه إذا شدت عرى اللصق، وما ولات سوى وحي يمر به شرق البلاد، وما ولات سوى وحي يمر به شرق البلاد وفي الأرجاء منطلقي. مدائن للعلا شيدت حضارتها بالعلم بالحب بالإيمان بالعرق. هذه هي مدننا التاريخية، هذه هي المدن التي انطلق منها كثير من العلماء وكانوا أساتذة في المشرق العربي في مصر وفي الأردن، وكانوا أساتذة في الحجاز. إذن هذه هي موريتانيا وهذه هي محاضرها التي كانت بكل أبعادها وبكل تراثها كانت جامعات متنقلة كما قال أحد الباحثين. إذن نحن هنا في هذا الملتقى، كما قلت، ملتقى التاريخ، ملتقى الخلف مع السلف، ملتقى الفن والتراث والشعر. الآن الدور، ما زلنا في ولاية الشرق، الحوض الشرقي، إذن مع فرقة دقداقة للفنون الشعبية. جاهزين فرقة دقداقة؟ إذن على بركة الله. يا كبار يا كبار، ماما بسم الله يا كبار جي، أيديكم بسم الله يا كبار جي، يا كبار والرحمن يا كبار جي، يا كبار بسم الله يا كبار جي، يا كبار بسم الله يا كبار جي، يا كبار
Thank you.
لفرقة الدقداقة على هذه اللوحة الفنية. وكما استمعتم وقديما قالوا بأن الموسيقى لغة عالمية وأنها تؤثر وتتأثر، وهذه رقص الدقداقة أكيد أنها متأثرة بالموسيقى الإفريقية. إذن هناك بعض الكلمات وهناك بعض الإيقاعات الإفريقية، وهذا طبيعي في الموسيقى. إذن لا، بالرغم أن طابعها الموريتاني ما زال هو الطاغي، لكن هناك بعض التأثر، وهذا شيء مشروع جدا في لغة الموسيقى. الآن أدعو الشاعر الدو البنيوك، رئيس جمعية اتحاد، رئيس بعثة اتحاد الكتاب والأدباء الموريتانيين، والشاعر الصحفي محمد السيدي محمود، للإعلان عن المسابقة. ولأول مرة تقام مسابقة داخلية للمدن القديمة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن موالاه. يفترق ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالد. جماهير مدينة والاتا، إخوة الحضور، نعلن باسم هذا المهرجان وباسم وزيرة الثقافة والشباب والرياضة وإدارة المدن القديمة بالتعاون مع اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين بأول مسابقة محلية على هامش النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة والاتا 2014. سيكون ذلك على النحو التالي: مسابقة في الشعر الفصيح، سيحدثكم عنها زميلي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين والشاعر المفلق محمد السيدي محمود. السلام عليكم ورحمة الله. هذه المسابقة تقام لأول مرة في النسخة الرابعة بولاتة المدينة التاريخية القديمة. شكرا لكم جزيلا. فقد ارتأت وزارة الثقافة والشباب والرياضة وهيئة المدن القديمة أن تقيم هذه المسابقة لأول مرة، وذلك من أجل حفز أو تحفيز الإبداع لدى الشعراء ووقص الشاعرية، من أجل الانطلاق في الإبداع إلى ما لا نهاية. ما حاصلانة الززط ولانا مزوزين الإبداعات المحلية والشنق ميلها حتى وهارين فيها مقرش، بين اللي نبقوها توخرنا ذاك الملم توخرنا ذيك الحفيظة إلين توصل لمستوى الوطنية ومستوى العالمية قاع حتى، وهذا ما هو بعيد على شعراء ولا أدباء موريتان. وهذا المهرجان لفتة تاريخية على كافة الآداب والفنون الوطنية، ومن أهمها ومن أهم وسيلة لإحيائها هو إبراز النتوءات لدى الشباب وتشجيعهم. ووزيرة الثقافة والشباب والرياضة كانت حريصة تمام الحرص على إجراء هذه المسابقة من أجل إشراك كافة شباب المدن القديمة والولايات والمقاطعات المشاركة في هذا المهرجان. لذلك فإننا ندعو الجميع للمشاركة وبكثرة، فقد توصلنا إلى ما يزيد على 50 نصا لهجيا وفصيحا. في هذه المسابقة سيتم اختيار فائزين في الشق الفصيح وفائزين أيضا
في الشق العمودي، ونتمنى للجميع أن يفوزوا في هذه المسابقة، ولن أترك لن أطلب أثرا بعد عين، فالفرص تنتهز. وما دمت في ولاتة فإن ثمة نسابة وعلامة ولد هنا وتربى هنا ودرس هنا أيضا قبل أن ينطلق إلى أنحاء موريتانيا، إنه العلامة والنسابة والمغفري صالح والعبد الوهاب. كتبت مقطوعة جعلتها على لسانه، وهو يرد الجميل لهذه المدينة التاريخية. شوقا إليك قهرت السهل والجبل، شوقا إليك قهرت السهل والجبل، وجئت أسكب في كثبانك الغزل، وجئت أحمل أوراقا يضوع بها عطر القصيد وحرفا نازفا شعلا، وكنت آمل أن ألقاك ساحرتي بين الجبال، إذا بي أقطف الأمل من العيون عيون الشرق، جئتكم مسلما ضاربا في الشوق بي مثلا، وزرت قبر ولي روحه صعدت وداره انتقلت، والفضل ما انتقلا بنى فأعلى، وروح الله يلهمه فسفه البغي والإرشاف والدجلا. صليت في مسجد جدرانه هزمت جيش الرياح وسيف الدهر والأزلا، وشافهتني بصمت القول مئذنة قالت أما تكتب الأشعار؟ قلت بلى. صليت في مسجد جدرانه هزمت جيش الرياح وسيف الدهر والأزلا، وشافهتني بصمت القول مئذنة قالت أما تكتب الأشعار؟ قلت بلى، إلا إذا جف حبري وانتهى ورقي وعندها يصبح الشريان لي بدلا. قالت فقل من جميل الشعر قافية، فهب شيطان شعري قائلا لملا. شكرا ولاتة، لقد أوسعتنا كرما، كانت قلوب الولاتيين لي نزلا. شكرا. كانت قلوب الولاتيين نزلا لنا كلنا، إني بوالات يا تاريخ فرويلي، زور الأساطير أو صدق الأقاويل، ليلي تؤرقه أحلامه بغدي، هل من عليم بأسرار التآويل؟ أرنو إلى سلفي في قفوتي فأرى بيضا بأوجههم نور التهاليل، راموا السماء لحافا والثرى نزلا، والنار عندهم أرقى القناديل، صحراء جرداء لا ماء ولا شجر فيها يرام سوى زور التماثيل، قد لطفوا جوها من بعد قسوته بالذكر في السر أو غرس الفسائل، فزينت واكتست من خلعهم حللا كأنها ألبست زهر الأكاليل، في نخلها تمرها في رملها تبرها، والماء مبتسم بين الجداويل، نوق محمحمة تصبو لملحمة لم يسل صهوتها أهل السرابيل. إني الزمان فلا تسأل مساءلتي، عندي الحلول فلا تجهل تحاليلي، ولا تأرضنها فالعلم معدنها والحلم ديدنها مهد التفاعيل، مني إليك يا من لست تفهمها هذه التفاصيل من صدق التفاصيل، إن الحضارة من صنع البهاليل. شكرا. شكرا للشعراء. هؤلاء الشعراء وقفوا هنا من أجل الإعلان، لكن الشاعر عندما يقف أمام الجمهور تفتح كل المنافذ المغلقة من إحساسه ويبدأ يلقي. إذن الآن مع الفنانين الصحة
والعمر والليده ومنام بنت النانه وابراهيم والبوبه جدو وصباح بنت بوبه جدو. الصحه والعمر والديده هذا اخي وصديقي. منى بنت النانه ابراهيم والبوبه جدو وصباح بنت بوبه جدو. الدور الاول مع منى بنت النانه في دور مديحي بمناسبه مولد الرسول صلى الله عليه وسلم شفيعنا وامامنا يوم القيامه. شكرا للفنانة الشابة منى بنت النانة. والآن أدعو الفنانة صباح بنت بوبة جدو.
الو Thank you.
أنا أدعو الفنان الكبير الصحة والأعمر والديدة. كان دور لإبراهيم والبوبا جدو. بينما عود جاهز عندنا إعلان مسابقة الخيول اليوم ومسابقة الجمال. فائزين مسابقة الخيل الرتبة الأولى المختار والسيدي وللشيخ. الفائز الثاني الشيخ والمحمد وللشيخ. الفائز الثالث محمد والسيد المختار والشقاري. الفائز الرابع طبعا في الخيول سيدي محمد الامين واللبتة واللبتة. الفائز الخامس محمد فال والاحمد صالح والمحمد فال. الفائز السادس بتة والمحمد الامين واللبتة. الفائز السابع سالم والبابالو. الآن لنتائج مسابقة الإبل. الفائز الأول في الإبل محود والقدالي. رقم اثنين محمد والأحمد والسيدي عمار. رقم ثلاثة سيدي والشيخ والهدية. رقم أربعة عمار والسيداتي واللبة واللبة. رقم خمسة أحمد والودان. رقم ستة يا حفظو والأحمد والهدية. رقم سبعة أحمد والمحمد والجمعة. رقم ثمانية سالك والسيدي والسيد محمد والعلبان. إذا تعلن لجنة المسابقات الرياضية عن تنظيم يوم غد عند الساعة العاشرة مقابل نقطة الدرك ماراثون سباق 5 كيلومتر جري على الأقدام. والساعة الثالثة تعلن عن مسابقة الحمير الساعة الثالثة مساء. طبعا لكل ولاية خصوصيتها، إذا كان هناك الحمير كثير منها هناك مسابقة الحمير وللجمال وللإبل. وهذا وهذا جميل جدا، هذا غناء هذه الولاية. إذا عن لجنة التنظيم السيد سيد أحمد ولي الحسين المستشار المكلف بالأنشطة الجهوية. إذا
الفنان إبراهيم والبوبة جدو. ده هي يقدم وزن على آلة الجيتار، وطبعا كما قلنا على أن الموسيقى لغة، إذا بإمكان أي فنان أن يقدم قطعة موسيقية عزفا وتكون عبارة عن قصة لها بداية وسط ونهاية، وما علينا إلا أن نستوعب هذه القصة، فالموسيقى لغة كما يقال. Thank you.
اذا شكرا للفنان ابراهيم والبوبا جدو على هذا العزف الموسيقي الفائز. اذا الان ندعو الصحه والعمر والديده الفنان الكبير ما تبدت للرحيل جمالنا جد بن عسير وفاضت مدامعه بدت لنا مظهرة من خبايا قالت لي متى أنت راجع قلت لها تالله ما من مسافر يسير ويدري ما به الله صانع قلت لها تالله ما من مسافر يسير ويدري ما به الله صانع لئن قدر المولى لقانا براجع إليك وإلا راجعي وأراجع لقد ثبتت في القرم منك محبة وما رسخت بالراحتين الراحتين الأصابع جعلناكما لله خير وديعة فيا رب لا طاعة لديك الودائع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أيوة لوريات الفوقو لا إله إلا الله لا إله يا مولانا عندك لا إله إلا الله لا إله يا مولانا عندك
جيتيني عراش لا إله لين عرفت العمد سويتني معاش لا إله ناقص ما هو قدي يا لا إله إلا الله لا إله يا مولانا عنده لا إله إلا الله لا إله يا مولانا عنده لا تبقوا لا تبقوا بشهدك ما نشرب المبايرم لا إله المبايرم يقندك لا إله إلا الله لا إله يا مولانا عندك لا إله إلا الله لا إله يا مولانا عندك حسدوك لا إله وانت ما تنحسدك خلاوك ما شدوك لا إله الدور تشتدك لا إله إلا الله لا إله يا مولانا عندك لا إله إلا الله لا إله يا مولانا عندك ارفق ارفق زين قالوا الصحة لا إله يا مولانا عندك أهبط الصحة لا إله في القبر والبعدك لا إله إلا الله لا إله يا مولانا عندك لا إله إلا الله لا إله يا مولانا دليتني العراش لا إله لين عرفت العندك سويتني معاش لا إله ناقص ما وقدك لا إله إلا الله لا إله يا مولانا عندك لا إله إلا الله لا إله يا مولانا عندك لا إله إلا الله لا إله يا مولانا عندك لا إله إلا الله لا إله يا مولانا عندك فترة الأولى يقول لا إله يا الصحة ومجندك انتهوا لك في الهوى لا إله يا الصحة ويكندك لا إله إلا الله لا إله يا مولانا عندك لا إله إلا الله لا إله يا مولانا عندك لا إله إلا الله لا إله يا مولانا عندك لا إله إلا الله لا إله يا مولانا عندك
إليك توسلنا بك اغفر لنا ذنوبنا وخفف عن العاصين ثقل المظالم. إليك توسلنا بك اغفر ذنوبنا وخفف عن العاصين ثقل المظالم وحبب إلينا الحق وعصم قلوبنا واصم قلوبنا من الزيغ والأهواء. خير عاصمي لا إله إلا الله. خلطانك ترينجور شور ما هو ذو ترينجور مودي شور آخر ترينجور ذا الشور. شوي برقاد يا الله أنا بتندمر لا بتندمر لا بتندمر لا بتندمر لا بتندمر لا جاحد عزيلة لا جاحد عزيلة غير لا لا يا الله أنا بتن معنيلة بعد معنيلة دم دمريلة دم دمريلة دمريلة من عزة المرا يا الله أنا اللي نسميله يا اللي نسميله أنا ذي الأخرى يا الله أنا تمحفله بدن دن ندمريله بدن دن دن ندمريله ندمريله فوقنا تبقى مريم وائلة لا لمريم وائلة السايسة نتاق يا الله انا اللي نكمل لدن دن ندمريل لدن دن ندمريل لدن ندمريل اختلي يا الله انا رد بختلي
هي تكتب لي الله انا شفت له دن دمر له دن دن دمر له دن دن دمر له دن دن دمر له دن دمر له دن دمر له زينت المهرجان ليلى مستحيل وفي الالحان يلا ان الليلة باقيلة ردان دم من دمرنا ردان دم من دمرنا شكرا للفنان صحة الأعمر والديدة. وقديما قالوا إن الشعوب لا تنسجم إلا مع فنونها وتراثها، ومن حقنا أن نفخر بتراثنا الموريتاني الغني وبفنانينا وبكل ما في هذه الأرض من عبقرية ومن تراث ومن غنى، وهو بصدق هو قوة موريتانيا وغناها، فموريتانيا ليست فقيرة، فدولة تمتلك هذا الكنز الثقافي وهذا الموروث الشعبي الغني، فهي دولة غنية بصدق. إذن الآن إلى الولايات من شرق البلاد إلى ضربها ولاية الترارزة. إذن مع فرقة سبينيات وادي الأحبة، هلا كنت مرعانا إن الحبيب حبيب حيثما كان. وادي الأحبة هلا كنت مرعانا إن الحبيب حبيب حيثما كان، فيا أخ البعد هل تشفيك قافية تبوح بالنفس أنفاسا وأشجانا. هون عليك هون عليك، فهذا الشمل مجتمع والنجع لاقى على التحنان خلانا. إن الحمائم قد عادت مضردة فوق الغدير وعاد البان نشوانا. إذن هكذا هي موريتانيا، وهكذا هي مدننا التاريخية الغنية بتراثها والغنية بعلمائها وبمخطوطاتها. كمسابقة هناك إعلان من أجل مناصرة تسجيل تراث الجباب على لائحة التراث الوطني لدى وزارة الثقافة والشباب والرياضة، فإن الجمعية الموريتانية للميثورات الشعبية تقوم بحملة تحسيسية حول هذا النمط التراثي الذي يضم العديد من الأشكال الفنية ويتميز بانتشاره على عموم التراب الوطني. إذن الجباب هناك جمعية تقوم بتحسيس من أجل تسجيل هذا التراث، تراث الجبابة، على لائحة التراث الوطني. وما أغنى تراثنا الوطني، فإذا هذا التراث الغني يجب علينا أن نتحرك جميعا، وهناك جهد لا بأس به، جهد كبير تقوم به وزارة الثقافة والشباب والرياضة من أجل تسجيل هذا التراث على لائحة التراث العالمي. إذا مع فرقة السبينيات جاهزين، تفضل. الو اذنيت. السلام عليكم ورحمه الله. رانا مسلمين على الجمهور كامل. زيدوا في اذنيت.
الله محمد بشر وليس كل بشر بل هو قوتة بل هو قوتة والناس الناس والناس والناس كالحجر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله Thank you.
نصيبكم. شكرا شكرا لولاية ترارزة، وشكرا لفرقة سبينيات، هذه الفرقة العريقة وعبر تاريخها ظلت محتفظة بإكسسوارها وبأزيائها وبحركاتها الإيقاعية الجميلة. إذا هكذا هي موريتانيا بفنها وبرقصاتها وبتراثها، هي دولة غنية بصدق. إذا كما نقول دائما أن موريتانيا غنية، ومن حقنا جميعا أن نقول أنه آن الأوان لفرق شعبية وطنية، للفرقة الشعبية الوطنية لموريتانيا، حتى تتجاوز حدود هذا الوطن وتكون سفيرا لهذا التراث في كثير من دول العالم.
اذا شكرا شكرا لولايه الترارزه فرقه السبينيات على هذه الرقصات الرائعه. والان ادعو فرقه الجبابه فرقه الحوض الغربي الحوض الغربي فرقه الجبابه لكم قبيل على ان في اعلان عن مناصره تسجيل تراث الجبابه على لائحه التراث الوطني لدى وزاره الثقافه والشباب والرياضه، فان الجمعيه الموريتانيه للميثورات الشعبيه تقوم بحمله تحسيسيه حول هذا النمط التراثي الذي ستشاهدونه الان، الذي يضم العديد من الاشكال الفنيه ويتميز بانتشاره على عموم التراب الوطني. اذا فكل ولايه فيها جبابه حسب الاعلان. إذا أدعو فرقة الحوض الغربي فرقة الجبابة.
Oh,
نذكر أن هذا الحفل تنقله مباشرة على الهواء التلفزة الموريتانية وإذاعة موريتانيا. ما زال الحفل متواصلا بعد الحوض الغربي. هناك داخلة واذبوا، يجب على الجمهور ولا تبقى حتى داخلة واذبوا. اذا شكرا لفرقة الحوض الغربي، فرقة الجبابة. والان ادعو فرقة واذبوا داخلة واذبوا. ولاية داخلة واذيبو أدعوهم وأدعو شاعرهم أحمد بزيد والمختار يلقي قصيدته. السلام عليكم ورحمة الله، جئتكم من بعيد من مسافة 1790 كيلومترا من أقصى الشمال الغربي الموريتاني لأشارك في هذا العرس الثقافي الفريد من نوعه، والذي لا يسعني إلا أن أعبر عن غبطتنا وفرحتنا بما أسهم فيه من لبنة ثقافية تشكر، نشكر عليها المدن التاريخية وفخامة رئيس الجمهورية على هذه اللفتة التراثية، وخاصة في إعطاء قيمة للأدب والأدباء. وقصيدتي هذه الليلة بعنوان تغريدة عاشق. في صفحة الدهر من أمشادك العجب، في صفحة الدهر من أمشادك العجب، وفي جبينك يزهو العلم والأدب. يا أم أمتنا تيه فقد حليت دنيا الورى بك، بل قد هزها الطرب. تيه ولا تف
فصبح المجد منبلج على ثناياك تتلو آيه العرب. تيه ولا وميدي وافرحي جذلا فالبشر يزفر والأحزان تحتجب. فاليوم نحصد زرعا فيك جاد له من جهد أجدادنا غيث له صبب. تيه فميذنة الأمداح صادحة تتلو الثناء عليك هذه النخب. قد شاقها منك ثغر باسم عبق لا ثغر غانية قد زانه شنب. تيه ففيك معاني الفخر قد جمعت فخرا تليدا وفخرا بعد مكتسب. تيه ففيك معاني الفخر قد جمعت فخرا تليدا وفخرا بعد مكتسب. سقى مزار رجال فيك قد عكفوا على العلا وابل رحماه تنسكب. وأذكر بأن لي بسيطية أخرى سأحاول إن شاء الله أن أزودكم بها في ما تبقى من هذه الأماس الشعرية والثقافية لليلة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.